انا كنت موجوده النهارده في اللجنه بتاعتي، طبعا لجنه سيدات. الحقيقه لقيت سيدات كبيره في السن، ولقيت سيدات ذوات اعاقه، ولقيت سيدات داخلين بمنتهى الحماس. والحقيقه الست المصريه اثبتت دورها في كل الاستحقاقات. انا النهارده كنت سعيده جدا متفائله جدا، والعدد الكبير اللي وصل للجان التصويت هو لم يسبق من قبل، ده بيدل على اننا في طريقنا الصحيح.